حياكم الله حبايب الطيبين وهذا فيديو جديد. حبايب هذا الفيديو من الفيديوهات المفيدة بيطرية. طبعا أنا حاليا موجود بعيادة عليف البيطرية اللي عنوانها بابل الحلة قرب فلكة الأم. هذه العيادة بيها منتجات كلها ماركات عالمية وأنا شارح لكم سابقا وناشر لكم المنتجات الموجودة عندهم. فبالفترة الحالية اللي هي فترة التجهيز وأنا حكيت لكم على فترة أنه ما قبل موسم التكاثر تكون مهم جدا أنه نشوف طيورنا إذا بيها أمراض، إذا بيها بكتيريا، إذا بيها فيروسات. هاي الفيروسات يعني تسبب مشاكل بعملية التكاثر أثناء تكاثر. طبعاً أنا دا أحكي مو اختصاص بيطري، دا أحكي حسب التجربة مالتنا كمربين وبمشورة المرب البيطري عفواً، لأن إحنا نهتم دائماً برأي الطبيب البيطري. فراح أحكي لكم عن هذني رافع مناعة. طبعاً هواي من الأخوة يستخدمون موضوع الثوم والليمون كرافع مناعة بالبيت، يسوي عمليا وماكو اشكال. بس احنا نجي اليوم على منتجات عالمية. هاي المنتجات العالمية اول شيء ما قابلة للخطأ، لان المربي بالبيت ممكن يخطأ، ممكن يتعرض الخطأ. هنا عندنا شركات عالمية معروفة مخلية الكميات بمقادير صحيحة، بالتالي ماكو نسبة خطأ تكون يعني اثناء تقديمها للطيور. اذا نجي طبعا هاي المادة الاولى اللي هي هاي اللي موجودة بعيادة اليفي، هذه طبعا هنا اذا تحبون تشوفون هذه التفاصيل عنها. طبعا تعتبر مضاد بكتيري ومضاد فطري للطيور ومضاد فيروسي، يزيد الشهية يعني يعتبر فاتح شهية ومحفز نمو الطيور اللي عندها مشاكل بالنمو، نمو الريش او نمو بصورة عامة، نمو الجسم تكون عندها محفز نمو هذا المنتج، ويخلي الجهاز الهضمي وسط حامضي، وهاي الامور يعني كيميائية. طبعا هاي المقادير مالته هنا يعلمك شلون تقدمه، وهذا انت منتج هنا تقدر تاخذ. طبعا هن ذني اسعارهن غاليه، بس سويت لكم اتفقت لكم ويا عياده اليفي انه ينطوكم اي كميه تريدوها، هم ما يقصرون. طبعا كل المنتجات ينطوكم كميه بسيطه باسعار تدعم المربي البسيط، يعني حتى المربي اللي عنده زوجة او زوجين موجود. وبنفس الوقت قلنا يعني يجعل الجهاز الهضمي وسط حامضي، يعني يخليه يعني يمنع نمو او يقلل نمو البكتيريا الغير مرغوبه. احنا نعرف بجسم الطير اكو بكتيريا نافعه واكو بكتيريا غير مرغوبه او ضاره، فبالتالي هذا يقلل من عندها. والمنتج الثاني حبايبي اللي هو بالكركم، هذا بالثوم، هذا بالكركم، بس مو هذا الكركم يعني تروح تجيبه من العطار وتطير الطير، لا، هذا مضاد بكتيري نفس الحاله ومضاد فيروسي ومضاد فطر، يعني فطر للفطريات، ويقلل الهلاكات مال الطيور. اذا عندك هلاكات تصير بسبب تغيير الجو، طبعا احنا قادمين المربين اللي يربون تربيه خارجيه يعرفون شنو الهلاكات اللي يصير بدايه الموسم، لان يتغير الجو من الحار للبارد، فبالتالي هذا يقلل الهلاكات ويرفع مناعه الطيور بشكل عام. رافع مناعه، انا دائما اقول انطوا رافع مناعه، عشان سابقا اقول لكم على المنتج مال انفارابي، فما هو حاليا بالسوق قليل، فذن المنتجات جربتهن، وطبعا هذا جربته، هذا بعدنا ما مجربه، بس هن الاثنين اذا تجي تقرا التفاصيل مالتهن اللي مكتوبه عليهن راح اسهل تقدرون تاخذون سكرين وترجمون نفس الحاله هنا. هذا حبايبي موجود بعياده اليفي البيطريه، مكانهم حله شارع 40. طبعا عندهم توصيل، اذا تريدون تتواصلون اياهم خلي لكم الرقم والانستغرام ان شاء الله. تحياتي لكم.